أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث في حلقة جديدة من حلقات مادة قانون العقوبات هنا معاكم في قناة مصر للتعليم الفني. وأول حاجة هبدأ بيها حلقتي هنتكلم أو هقول قصيدة عن الخال قبل ما أبدأ في جريمة النهاردة، عشان جريمة النهاردة من الجرائم المهمة. وهقول يا مصر وإن خيروني ما أسكن إلاكي، ولجل تتبسمي يا ما ببات باكي. يا مصر وإن خيروني ما اسكن اللاكي، ولاجل تتبسمي يا ما ببات باكي. بلدي ومالي اللي انتي، بلدي ومالي اللي انتي، والجرح يشفى لو بايدك لمستيه. كلك حلاوه كلك حلاوه، وكلمه مصر احلاكي. بعد الكلام اللي قلناه النهارده، او بعد البيتين الشعر اللي قالهم الخال عبد الرحمن الابنودي، النهارده هنتكلم عن جريمه تخص مصر كلها، جرائم امن الدوله. الاسم يخض، بس انا عايزاك تركز معايا يا ابني، وانت اللي في الشارع واي واحد ماشي، ويا ريت الدكتور رضا حجازي هو والدكتور مجاهد لو يشرفونا ويخلوا الحلقه بتاعت النهارده على مستوى القنوات كلها تتذاع، علشان خاطر يبقى فيه وعي عندي في الشارع، كل واحد يعرف لو هو نزل الشارع اتظاهر هيعمل ايه، لو اتصل باصحابه وقال لهم يلا ننزل المظاهره هيحصل ايه، لو كان في دعوة من خلال الفيسبوك يا ترى الجريمة دي هنسميها ايه. كل ده هنعرفه النهاردة من خلال جرائم امن الدولة. لو اتكلمنا النهاردة شطار عن جريمة امن الدولة، هلاقي ان هي الجريمة اللي بتمس امن مصر القومي، سواء من الداخل او من الخارج. يبقى جرائم امن الدولة بتعني عندي الجرائم التي تمس امن مصر القومي، سواء من داخل القطر المصري او من خارج القطر. ولو جينا شفنا مع بعض هنا على الشاشة، هنلاقي أول حاجة جرائم أمن الدولة بتنقسم زي ما قلنا لجرائم أمن الدولة من جهة الداخل، وجرائم أمن الدولة من جهة الخارج. طيب لو جينا بعد كده، إيه تعريف جرائم أمن الدولة من جهة الخارج؟ قبل ما نقول التعريف كده بالبلدي، نقول يعني إيه جرائم أمن الدولة. الخيانة، لو كلنا شفنا الفيلم بتاع بئر الخيانة للفنان نور الشريف، وشفنا لما راح وقال أنا اسمي جابر عبد الغفار وأنا عايز أتبرع بالخيانة عشان أخون بلدي، هل الموقف ده مستحسن لأي واحد مصري؟ طبعا لا، وبالطبع لا. إحنا هنا بالنسبة لنا لازم نعرف إيه اللي يمس بلدي عشان أنا أحافظ على كرامة بلدي، سواء داخل مصر أو خارجها. طب لو جينا لتعريفها يا شطار، قال لي هي تلك الجرائم التي تنطوي على الإضرار، يعني أي جريمة بتضر الوطن أو تمس سمعة الوطن أو الاعتداء أو المساس باستقلال الدولة ومصالحها القومية. تاني لو جينا قلنا إيه هو تعريف جرائم أمن الدولة من جهة الخارج، هقول هي تلك الجرائم التي تنطوي على الإضرار أو الاعتداء أو المساس باستقلال الدولة ومصالحها القومية، يعني أي حاجة تمس مصلحة مصر القومية، سواء اقتصاديا بقى، حربيا، سياسيا، أنا بسميها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج. طيب أنا عندي هنا يعني إيه اللي يمس، إيه اللي هيخليني أنا أقول إن تعريف جريمة أمن الدولة من جهة الخارج تمس مصالح مصر، أمن مصر القومي؟ إحنا شفنا في الفيلم نور الشريف لما راح عشان مقابل المال، وطبعا ده مقابل مهين بالنسبة لكرامة أي مصري، باع نفسه وباع بلده عشان خاطر الفلوس. فأنا النهاردة من منطلق الحلقة دي بقول لك أنت يا ابني أو يا بنتي لازم تحافظ على كرامتك، عشان كرامتك من كرامة بلدك وكرامة بلدك من كرامتك. وده طبعا النهاردة إن احنا هنتكلم عنه، إن أنت لو مسيت اسم مصر سواء اقتصاديا، دبلوماسيا، حربيا، يبقى هتكون النتيجة ايه؟ النتيجة هتكون ان انت هتتعاقب بعقوبة جرائم امن الدولة من جهة الخارج. لو جينا تاني بصينا هنا للتعريف عندي، اللي هي تلك الجرائم، يعني هي عبارة عن مجموعة جرائم. مالها مجموعة الجرائم دي؟ بتنطوي على الاضرار، يعني هي بتمس اضرار او الاعتداء او المساس، او ان انا حتى امس استقلال الدولة. يعني ايه استقلال الدولة؟ احنا دولة مؤسسات، ما ينفعش اي دولة خارجية تمس امن مصر او تشوشر على مصر، فلازم انا احافظ على ده كابن من ابنائها او بنت من بناتها، وارفع اسم مصر دايما عالي فوق وهي دايما اسمها مرفوع، ومصالحها القومية. طب لو جينا بعد كده بصينا،
هلاقي ان جرائم امن الدوله من جهه الخارج برضو عندي بتنقسم لجريمتين، في جريمه اسمها السعي وجريمه اسمها التخابر. طب احنا قبل ما نخش على الجريمتين نرجع تاني للفنان العظيم نور الشريف والدور اللي انا بحييه عليه. لما جه هو ومثل لي ان هو خاين، مجرد ما ان هو دخل السفاره عندي وابدى رغبته في خيانه الوطن وان هو يتعاون مع اي دوله علشان خاطر يمس سمعه بلده من اجل المال، هنا بيتوافر عندي الركن المادي، ودي بسميها جريمه السعي. انا اللي سعيت على الدوله، انا اللي رايح للدوله وبقول لها انا عايز اخون وطني مش الدوله. هنلاقي في التخابر او في الجريمه التانية ان ممكن الدوله هي للعلماء مثلا تحاول ان هي تلعب في دماغهم او في مخططاتهم عشان يقولوا لها ايه اللي في مخططات مصر او ايه اللي في دماغ الاستراتيجيات اللي هم حاطينها او الخطط اللي حاطينها عشان يعرفوا ازاي يضربوا مصر. لكن بالنسبه لجريمه السعي ده انا اللي رايح برجليا زي ما شفنا في الفيلم، هو اللي رايح لغايه السفاره علشان يطلب منهم انه يبقى خاين مقابل حفنه بسيطه من المال. طب قال لي هنا جرائم زي ما هنشوف على الشاشه، تنقسم جرائم امن الدوله من جهه الخارج الى جريمه السعي وجريمه التخابر، بتتمثل عندي في ايه؟ جريمتين، السعي والتخابر. طب ايه هو تعريف جريمه السعي؟ قال لي كل صور الاتصال المباشر والغير مباشر بالدولة، يعني سواء أنا تواصلت مع الدولة بطريقة مباشرة، أنا اللي رحت زي الفيلم وقلت لهم أنا عايزة أتخابر ضد بلدي، أو بطريقة غير مباشرة بقى من خلال المنظمات الحقوقية وأقول أصلا أنا تبع لجنة مش عارف إيه هيئة إيه، ويكون الهدف الأساسي من وراء المنظمة دي هي إن هي تعرف معلومات عن مصر. طب إحنا قلنا سياسيا ماشي، اقتصاديا بقى ازاي يا مس؟ اقتصاديا انا لما اقول انا باخد بستهلك 20 طن سكر و100 طن رز وزيت مثلا، كده انا عرفت كدولة معادية تعدادات الدولة دي ايه، اكلهم وشربهم قد ايه، قد ايه المخزون الاستراتيجي اللي يكفيهم لسنة او سنتين. ففي حالة ان المخزون ده يقل عندي انا ممكن اضرب الدولة دي بكل سهولة. فعشان كده انا بقول اي معلومه بتطلع منك لدوله معاديه ضد مصر فده مش في مصلحه مصر، حتى لو انت مستهون بالمعلومه، يعني مش تقول لي منظمه ايه ومش منظمه ايه واحنا بنحمي ايه، لا، كل ده بسميه تحت بند الخيانه. طبعا في منظمات محترمه احنا بنقول ان هي فعلا بتسعى الى ده، لكن في منظمات زي ما احنا بنشوف في الافلام وفي المسلسلات والحقيقه الدراما المصريه ابدعت في الموضوع ده ان هي تظهر لنا الوش الثاني لبعض المنظمات، وان هي بتخفي او بتكن عشان تدمر الدوله وتدمر سياستها من خلال ان هي بتضحك على الناس ازاي. طب قال لي ايه تعريف جريمه السعي؟ قال لي كل صور الاتصال المباشر والغير مباشر بالدوله، يعني سواء تواصلت مع الدوله عن طريق مباشره انا رايح وبقول لهم انا خاين الدوله دي انا هخون بلدي، او بطريق غير مباشر بقى ان انا تعاونت مع منظمه او من خلال وسيط بيني ما بين الدوله، ده بسميه الاتصال الغير مباشر. سواء انا سعيت للدوله كجاني او الدوله هي اللي سعت عليا بس في ان انا اقدم خدمة معينة للدولة دي، هل ان انا عشان قدمت خدمة للدولة يبقى انا في الحالة دي خاين؟ لازم الخدمة دي تكون تقع تحت طائلة التجريم، يعني انا بعتبر ان الخدمة دي بتمس امن وسلامة مصر القومي. ده تعريف جريمة السعي، قلنا هنا عندي على الشاشة كل صور الاتصال المباشر والغير مباشر بالدولة. طيب تاني حاجة عندي جريمة التخابر. ايه تعريف جريمة التخابر؟ قال لي هو التفاهم الغير مشروع بمختلف صوره بين الجاني والدولة. التفاهم الغير مشروع يعني انا بعمل حاجة معاقب عليها من قبل القانون، انا عارف ان انا لما بعمل ده ان انا بعمل حاجة غلط مش حاجة صح، حاجة تمس امن بلدي، سواء زي ما قلنا داخليا او خارجيا، انا ابديت بمعلومات داخليه حتى لو انا مستهون بالمعلومه دي، بس المعلومه دي ممكن تضر بلدي، ممكن تفيد اطراف تانية ضد بلدي، واحنا طبعا كلنا عارفين ان مصر هي اللي تهمنا في الاول وفي الاخر. قال لي التفاهم الغير مشروع بمختلف صوره بين الجاني وبين الدوله، يعني ان انا تفاهمت مع الدوله الاجنبيه دي او تخابرت معاها ضد دولتي عشان اقدم لها خدمه معينه، الخدمه دي بتوقعني تحت طائله
التجريم، سواء كانت صريحة أو ضمنية. يعني سواء زي في الفيلم كده، زي ما شفنا ده واحد رايح بيقول لهم أنا عايز أبقى إيه خاين، يبقى كده هنا ده بصورة مباشرة هو سعى للدولة أو تخابر مع الدولة بصورة مباشرة، أو ممكن بطريق غير مباشر، بطريق ضمني، بطريق بأي كان بقى الطريقة اللي أنا هستخدمها، هتحايل على الدولة من خلال إن أنا ممكن ما بقاش أنا اللي في الواجهة أو أنا اللي متصدر الموضوع. يبقى تاني انا عندي جرائم امن الدوله من جهه الخارج، وده موضوع مهم جدا الحقيقه لازم كلنا نعرفه ونركز فيه. عندي بتنقسم لاتنين، جرائم امن الدوله من جهه الداخل والخارج. الخارج عندي اللي هي السعي، جريمه السعي وجريمه التخابر. قلت السعي ان انا اللي بسعى للدوله علشان اخون بلدي، اما التخابر فهو التفاهم الغير مشروع بين الدوله وبين الجاني. نرجع تاني على الشاشة كده ونبص مع بعض، هنلاقي ان اركان الجريمة عندي هنا بتتمثل في ركنين، ركن مادي وركن معنوي. بالنسبة للركن المادي، الركن المادي عندي هنا اي جريمة كده انت خدها في دماغك، مادة قانون العقوبات عموما، اي جريمة سواء قتل سواء سرقة سواء رشوة، اي جريمة لازم تتمثل عندي في ركنين، ركن مادي، ودول اساسيين ما بينقصوش، ممكن ازود عليهم الاركان لكن ما نقصش الركنين دول عندي، والركن المعنوي. طب الركن المادي عندي هنا يا شطار بيتمثل في ايه؟ سلوك الجاني، السلوك اللي هو اتخذه عشان يعمل الفعل ده. يعني في فيلم اعدام ميت لما شفنا الفنان محمود عبد العزيز راح ومسك الميكروفيلم وقعد يصور بالكاميرا السفن الحربيه، مجرد ما هو اتخذ الإجراء ده أو هو عمل السلوك ده يبقى توافر عندي هنا الركن المادي. اتجاه سلوك الجاني، يعني الجاني بيتحرك في خطوات معينة وعارف هو بيعمل إيه، مجرد ما الجاني تحرك وصور السفن الحربية يبقى كده أنا هنا توافر عندي ركن المادي. طب بالنسبة للركن المعنوي، قال القصد الجنائي عندي بيتوافر بحاجتين، العلم والإرادة. العلم يعني ايه والارادة ايه؟ اتجاه ارادة الجاني زي ما قلنا، هو نزل وصور السفن الحربية عشان يضر امن مصر القومي، عشان يبين ان مصر عندها كم طيارة وعندها كم سفينة وعندها كم دبابة. طيب ده كده ايه الاتجاه ارادته لده، وهو عارف ان اللي بيعمله ده غلط. وعلم الجاني اهو ده اللي لسه بنقولها دلوقتي، علمه ان هو عارف ان هو لو صور السفن الحربية هو بيضر بلده في مقابل ان هو ياخد شوية فلوس من الدولة التانية. يبقى انا عندي اركان الجريمة او اركان اي جريمة لازم يبقى عندي يتوفر ركنين، ركن مادي يا شطار وركن معنوي. برافو، انا سامع الناس حفظت والناس بتردد ورايا. طب الركن المادي قلت اتجاه سلوك الجاني للفعل المجرم، ان هو بيروح ويصور المناطق المفروض ان هو ما يصورهاش، او المناطق اللي تمس امن مصر، او يبدأ بان هو بيرسل معلومة بالحبر السري لاي بلد اجنبية، ده برضو نوع من انواع اتخاذ سلوك الجاني. طيب العلم بقى، لازم يتوافر عنده العلم ان هو الجواب اللي بيكتبه ده عارف ان هو بيضر امن وسلامة بلده، واتجاه ارادته لده هو بالرغم ان هو عارف بس انا عايز اعمل كده. يبقى انت كده هنا في الحالة دي عندي طبقا للمشرع المصري تستحق العقاب. يبقى دي اركان الجريمة عندي هنا، نرجع للشاشة، الركن المادي والركن ايه شطار المعنوي. الركن المادي في جريمة أمن الدولة من جهة الخارج بيتمثل عندي في السعي والتخابر، إن أنا مجرد ما أسعى إلى الدولة أو أتخابر مع الدولة، وده أنا شغالة بضرب لكم ليه بأمثلة من السينما المصرية، عشان الحقيقة مادة قانون العقوبات من المواد السلسة المفروض إن أنا أمتع فيها عقلي، مش أحفظ، لا ده أنا المفروض أفهم الأول عشان أتعلم، لازم افهم الاول عشان اتعلم. طب هنا الركن المادي عندي بيتمثل في ايه؟ في السعي، ان انا سعيت للدوله ورحت للدوله زي ما احنا شايفين في مسلسل جمعه الشوان الفنان العظيم عادل امام لما راح واخد الجهاز من الدوله على اساس ان هو هيتخابر ضد بلده، لكن هو في الحقيقه كان نيته هنا ما توفرش اركان الجريمه. ليه؟ لانه كان في نيته ان هو لا يساعد مصر ضد الدوله المعاديه. يبقى أنا هنا عندي أركان أو الركن المادي في جرائم أمن الدولة من جهة الخارج بتتمثل في السعي، سعي الجاني إن هو يخون بلده، والتخابر إن هو صور التفاهم سواء المشروع أو غير المشروع مع الدولة الأجنبية.
طب لو جينا بصينا كمان على الركن المعنوي اللي احنا لسه شارحينه، قال لي هنا على الشاشة بيتمثل الركن المعنوي في العلم والإرادة. طب صور الإضرار، أنا هضر بلدي إزاي؟ يعني أنا كواحد تعاونت مع دولة أجنبية، إزاي هضر مصر أو مصلحة مصر؟ الإضرار عندي هنا بيتمثل يا إما الإضرار بالمركز الحربي. يعني إيه الإضرار بالمركز الحربي؟ اللي لسه ضاربين مثال عليها، قلت أنا هصور طيارات، هصور دبابات، وده شفناه في الفيلم بتاع عبلة كامل لما كانت هي شغالة جاسوسة وكان خطيبها كان شغال في القوات المسلحة وكان بيصور البتاع عشان يضر الجنود اللي بيقفوا عشان خاطر يحموا وطنهم. فده طبعا هو هنا بيقول لي ان انا مجرد ما همس اي حاجة من الكيان العسكري ده اضرار بمركز مصر الحربي. ما ينفعش ان انا اصور ادي معلومات عن عدد الجنود او اي معلومة تخص مركز مصر الحربي، لان احنا طبعا بنحترم الجيش والجيش ده هو اللي حمينا، ده جيش بلدي، ده هو اللي بيحافظ عليا، فلازم انا احميه كمصر شريف، ما ادليش باي معلومة عنه تمسه ولا تمس سلامة امن جنود ربنا يحفظهم كلهم ويحفظ ولادنا كلهم. بعد كده تاني حاجة الإضرار بمركز مصر السياسي. ما أنا لو اتكلمت وقلت والله أنا عندي وزراء كذا وعندي في المنطقة دي أنا حاطط مركز مصر السياسي في النقطة دي في خلاف سياسي مع الدولة الفلانية، ما ممكن الدولة دي تلعب على الخلاف السياسي اللي بيني وبين الدولة التانية على أساس إن هي تضغط عليا على أساس إن أنا أخضع لكل إيه أوامرها أو أنفذ كل رغبتها. يبقى سواء الإضرار بمركز مصر السياسي أو الحربي أو الاقتصادي. الاقتصادي اللي إحنا قلناه من شوية إن أنا ممكن أتكلم عن مصر مثلا بتحب تاكل عيش كتير، يبقى أنا عرفت إن الشعب المصري بيحب العيش والرز، هلعب على النقطة دي. أنا لو سحبت العيش والرز من السوق هيبقى فيه إيه؟ هلعب في مزاج المصريين، عارف إن المصريين بيحبوا الشاي. لو جيت أنا منعت استيراد أو رفعت سعر الشاي على المصريين عشان أضر مصر من خلال الدولة الأجنبية، هي عارفة إن بكده لما هتعمل كده إن المصريين مزاجهم هيتعكنن على سبيل المثال طبعًا، وهيبقوا إيه؟ قرفانين، يبقى هي هتحاول تعكنن على مصر سواء اقتصاديًا، سياسيًا، حربيًا، بكل الطرق أنا بحاول أعكنن على البلد دي. الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي، أي معلومة برضو تخرج من الدبلوماسيين تمس سلامة مصر ده يعتبر أنا بعتبره نوع من أنواع الإضرار بمركز مصر. طيب العقوبة إيه بالنسبة لجرائم أمن الدولة من جهة الخارج؟ قال لي أنا لو في حالة حرب معادية للدولة دي ومسيت أمن وسلامة مصر هتبقى العقوبة عندي هي الإعدام، وده طبقا للمادة 77 عقوبات. هنا لو شفنا على الشاشة مادة 77 عقوبات بتقول لي إيه؟ يعاقب بالإعدام. مين اللي يتعاقب بالإعدام؟ كل من سعى، كل واحد سعى أو اتحرك أو عمل محاولات لدى دولة أجنبية معادية، يعني دولة بتكون ضد مصر، أو تخابر معها، يعني إن هو إيه؟ اتحالف معاها ضد مصر للإضرار بالدولة المصرية. يعاقب بإيه؟ بالإعدام. نعرف العقوبة كويس، أنا لما أروح أتحالف ضد بلدي مع عدو ما افتكرش إن أنا كده لا مش هعدي، مش هفلت من العقاب. أنت بتدمر دولة، أنت بتدمر بلد، بتدمر شعب عشان لسانك يفلت منك بكلمة أو بمعلومة عشان شوية فلوس. طبعا مصر أنا ما بيعهاش ولا أي مصري، ومصر كل المصريين زي ما بيقولوا محدش فينا يرضى يفرط في شبر من أرض مصر ولا في كلمة على مصر. فعشان كده انت لو عملت كده وتخابرت مع اي دولة اجنبية ضد مصر فهتكون عقوبتك طبقا للمادة 77 عقوبات هي الاعدام. طب لو جينا شفنا على الشاشة بعد كده جرائم امن الدولة من جهة الداخل، ودي من الجرائم اللي النهاردة عايزاكم يا شطار تركزوا فيها جدا. وتاني بخاطب الدكتور رضا حجازي والدكتور محمد مجاهد ان يبقى في الحلقة دي تبقى معممة تنزل للشارع على سبيل الإعلانات، يبقى كل واحد عارف ان هو لو نزل الشارع لو عمل مظاهرة لو عمل اي حاجة اي عنصر من عناصر التخريب هيبقى جزاؤه ايه. في قاعدة عندي في القانون بتقول لي عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. يعني ايه؟ يعني طول ما انت في دولة مصرية زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايه، قال ان احنا دولة مؤسسات او دولة قانون، احنا مش قاعدين في غابة، فلازم تعرف انت هتعمل فعل ايه رد الفعل
عشان كده مش بخاطب بس كل طلبة التعليم الفني، لا ده احنا بنخاطب كل الشعب المصري من خلال الحلقة دي. وانت كطالب تعليم فني شعبة شؤون قانونية محتاج ان انت تبقى على وعي كافي بأي تصرف يصدر منك، ويبقى تبقى مسؤول من أي تصرف يصدر منك تجاه نفسك وتجاه بلدك، عشان نحافظ على بلدنا وربنا يحميها ويبعد عنها كل شر. طب لو جينا قلنا التعريف زي ما احنا شايفين على الشاشة، جرائم أمن الدولة من جهة الداخل، اللي هي تلك الجرائم التي تنطوي على الاعتداء على نظام الدولة، يعني الجرائم اللي بتمس الدولة، الجرائم اللي بتمس نظام الدولة الداخلي دي بسميها جرائم أمن الدولة، سواء المساس ده كان بأمن واستقرار الدولة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ان انا اثر على طبقه اجتماعيه معينه، استغل الظروف. كلنا بنمر بمحن، ما فيش حد فينا في ظروفنا وحياتنا العاديه ما مرش بمحنه، بس احنا انت المفروض تعمل ايه؟ مش المفروض ان انت تنزل وتخرف في الشارع، لا المفروض ان انت تشتغل وتحاول. الوقت في فلوس، بفلوس. انت شايف في الدول الاجنبيه بره هنلاقيهم حتى لما بيطلعوا بمظاهرات بيطلعوا بمظاهرات في ايه، في اوقات معينه ما تمسش الشغل بتاعهم. انت لما هتيجي تعطل الشارع عطلت المرور، عطلت الناس اللي معاها مصالح، ممكن تعطل القطارات اللي بتوصل ناس، ممكن يبقى حد تعبان، حد معاه حاجه مهمه، انت بتخرب كل ده. انت فاهم ان انت لما تيجي تنزل الشارع في الوقت ده، ويا ريت يا ريت يبقى في تسليط الضوء على ده، عارف لما تنزل عشان تقول لك كلمتين هايفين فارغين مالهمش لازمه، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في بلدك؟ انت بتدمر بلدك. لكن المفروض ان احنا نحافظ عليها ونحميها ونشتغل على نفسنا. كل ما هتشتغل على نفسك كل مصر ما هتدي لك. يبقى قلت تعرفها عندي هنا في الشاشه، هي تلك الجرائم التي تنطوي على الاعتداء على نظام الدوله الداخلي والمساس بأمن واستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. طيب جرائم أمن الدولة من جهة الداخل بتنقسم لإيه؟ أولا عندي في جريمة اسمها محاولة قلب نظام الحكم، ودي من الجرائم برضو اللي لازم نلقي الضوء عليها، إن أنت تحاول تغير من دستور بلدك أو تغير من نظام الحكم، سواء كان ملكي هتخليه جمهوري أو جمهوري تحوله الملكي. يبقى أول جريمة عندي يا شطار إيه؟ سمع الناس هي ابتدت تحفظ، محاولة قلب نظام الحكم. ونحاول إن احنا ما ننساش نفرق بين جرائم أمن الدولة من جهة الداخل وجرائم أمن الدولة من جهة الخارج. جرائم أمن الدولة من جهة الخارج قلت عندي جريمتين اللي هما السعي والتخابر. أما جرائم أمن الدولة من جهة الداخل فهي أول جريمة عندي محاولة قلب نظام الحكم، تاني حاجة الانضمام إلى منظمات مناهضة أو تأليف منظمات مناهضة للدولة، يعني أنا اتضم لمجموعة إرهابية، أو على سبيل المثال نضرب مثال عشان تبقوا فاهمين زي داعش مثلا، إن أنا اتضم لمجموعة زي دي بتدمر أي دولة تدخلها، دي بسميها وهي محرمة قانونيا في أي دولة، بسميه انضمام للمنظمات دي، انضمام لفكر منحرف بيحاول ان هو يدمر سياسة بلدي. يبقى سواء محاولة قلب نظام الحكم او الانضمام او الدعوة او التشجيع، نركز دعوة تشجيع اتفاق. يبقى سواء انا دعيت قلت يلا بينا ننزل المظاهرة، شجعت من خلال الفيسبوك وجروبات واعمل شير واعمل لايك، دعيت او شجعت او ان انا نزلت بنفسي، كل ده هنعرف ايه عقوبته من خلال قانون العقوبات. نرجع للشاشة هنا اهو، قال لي بتنقسم جرائم امن الدولة من جهة الداخل الى محاولة قلب نظام الحكم، تأليف وادارة المنظمات المناهضة، التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة. مادة 87 عقوبات قالت لي ايه يا شطار؟ قالت لي يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة اذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعاقب بالاعدام من ألف العصابة. نعيد الكلام ده بقى، يعني ايه؟ قال لي انا لو نزلت مظاهرة وقلت انا عايز اغير، نركز انت نزلت الشارع وقلت انا عايز اغير نظام الحكم،
عايز اغير دستور بلدي، ده مش من حقك، لان في سلطه تشريعيه هي اللي بتحط القانون. احنا مختارين مجلس الشعب عشان هو اللي بيمثل الشعب، هو اللي بيغير الدستور، وده احنا اخدناه في سنه اولى ان في مراحل عشان الدستور ده يوصل لنا. للناس اللي مش عارفه، انا اول حاجه المفروض ان المشرع بيقترح عندي القانون. المشرع ده الراجل اللي بيحط لي القوانين، الراجل اللي بيالف القوانين بينزلها، وبعد ما بينزلها بتتعرض على السلطه التشريعيه اللي هي مجلس الشعب. المفروض ان مجلس الشعب ده بيمثل الشعب، جموع الشعب المصري. انا مختار عضو مجلس الشعب، انا لما بختاره انا ببقى عارف ان هو ده اللي هيمثل صوتي، ده اللي هيتكلم عني. فانا لما القانون ده هطرحه على مجلس الشعب، الراجل اللي بيمثل صوتي لو وافق عليه وتوافق عليه باغلبيه مجلس الشعب، في الحاله دي بيتعرض القانون الجديد على رئيس الجمهوريه. وبعد ما يتعرض على رئيس الجمهوريه، لو معالي الرئيس وافق على القانون ده، في الحالة دي بينزل في الجريدة الرسمية لمدة شهر. ومن خلال الجريدة المفروض ان انا بتابع، لان في اول الحلقة قلت لكم ان في قاعدة عندي اسمها عدم جواز الجهل بالقانون. يعني انا ما بقاش في الدولة واتمسك واقول اصلا ما اعرفش القانون ده، اصلا ما اعرفش ان الحتة دي معاقب عليها من كذا وكذا. لا، انت طول ما انت مصري يبقى انت لازم تبقى باحث دارس في القانون، واعي لكل كلمة ولكل حاجة نازلة في بلدك، لان ده دي قانون بلدك. انت لو خالفت الاشارة النهاردة ومش عارف ان قانون المرور الجديد بيتكلم بيقول ايه، يبقى ده موضوعك انت، يبقى الغلطة عندك انت مش عندنا احنا. لا، ده عندك انت. المفروض ان انت كمواطن، حتى لو مواطن بسيط، يبقى في تثقيف ليك وفي وعي كامل بقانون دولتك. طيب قلنا هنا مادة 87 عقوبات، قالت لي ايه؟ قالت لي كل من حاول، يعني اي حد هيحاول ان هو يغير الدستور، يقلب نظام الحكم من ملك الجمهوري او من جمهوري لملكي، بيعاقب بالسجن المشدد. يعني ما تجيش انت تقول انا مظلوم، انا عملت ايه؟ ده انا كنت ماشي في المظاهرة ولقيت نفسي محكوم عليا بالسجن المشدد او السجن المؤبد. طب ما انت ما قريتش الدستور بتاع بلدك اللي بيقولك مادة 87 عقوبات ان انت لو نزلت هتتعاقب بده. انت بقى عايز تنزل، فانت مسؤول عن نفسك، وكده انت عرفت العقاب ايه. طيب بالنسبة للي هيألف عصابة مسلحة، يعني انت كمان نزلت وقلت لهم يلا يا جدعان، لا ده احنا هننزل وهيبقى معانا كمان حاجات محدش يقدر يكلمنا، انا نازل بسلاح، نازل بمطوه، نازل بساطور، نازل بمولوتوف. انت في الحاله دي بتالف عصابه ومعاك كمان حاجه ان انت بتمس بيها او بتخرب بيها او بتشكل نوع من انواع الارهاب في بلدك، يبقى عقوبتك هتوصل للاعدام. يعني انت لو اتمسكت في مظاهره ومعاك سلاح، ما تقولش انا اتحكم عليا بالاعدام، ليه؟ انا مظلوم، انا بريء. لا، ماده 87 عقوبات بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا انت لو نزلت وألفت عصابة، ومع النزول ده كان معاك مسدس، كان معاك عصاية، اي سلاح، اي سلاح، وألفت مجموعة، نزلت باصحابك والشلة بتوعك وكلهم متسلحين، يبقى في الحالة دي اللي ألف وتولى زعامة العصابة هيبقى عقوبته الاعدام. يبقى مادة 87، نرجع تاني للشاشة، عقوبات بتقول ايه؟ يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كل من حاول، كل من مجرد المحاولة بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة، إذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعاقب بالإعدام من ألف العصابة. طيب أركان الجريمة هنا عندي بتتمثل في إيه؟ في المحاولة واستعمال القوة. يعني إيه المحاولة؟ مجرد إن أنا حاولت، نزلت الشارع، أنا المكان ده مقفول واتقال لي ان ممنوع المظاهرات فيه، بس قلت لهم لا هنحاول، احنا هنعمل اللي علينا. هتنزل تعمل اللي عليك، يبقى هيطبق عليك القانون، لان انت كده مش بتعمل اللي عليك، انت بتخرب بلدك، انت بتهدد. احنا شفنا الفترة اللي فاتت كانت ازاي السياحة كانت مهددة، الخراب اللي عم علينا بعد كده، ما كانش في امن ولا امان في البلد. كنت انت عشان تمشي او اختك عشان تمشي كانت بتبقى ماشيه خايفه ومرعوبه. هل احنا حابين نرجع ده تاني؟ هل حابين نقرر ده تاني؟ هل حابين ان احنا نرجع ندفع ثمن ده تاني؟ ما هو كل ده هو ده سبب غلاء المعيشه، ان انت خربت، فبالتالي وقفت على عجله الانتاج، وقفت عجله الانتاج رفعت الاسعار. يبقى اركان جريمه محاولة قلب نظام الحكم بيتمثل في المحاولة واستعمال القوة. استعمال القوة من خلال ان انا ايه؟
مسكت واحد ضربته أثناء المظاهرة، كان معايا السلاح واستخدمته، حتى لو أنا ما استخدمتوش ونازل بسلاح يبقى أنا استعملت نوع من أنواع القوة. أنا مش نازل بغرض سلمي، أنا نازل إن أنا أخرب، نازل إن أنا أبوظ بلدي. يبقى أركان الجريمة الركن المادي عندي بيتمثل في المحاولة واستعمال القوة. لو جينا بصينا للركن المعنوي هلاقي إن الركن المعنوي عندي هنا بيتوافر القصد الجنائي بتوافر العلم والإرادة عند الجاني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مجرد إن هو نزل الشارع وهو عارف إن دي مظاهرة وبيهتفوا فيها هتافات ضد الدولة، ضد دستور الدولة، ضد الحكم، ضد أيا كان، فأنا خلاص نزلت وعلى اتجاه بده وعارف بده، وبالرغم من كده نزلت، يبقى توافر عندي الركن المعنوي لأن أنا عارف إن أنا لو نزلت هيبقى ده إن أنا بعمل نوع من أنواع الشوشرة والبلبلة، وبالرغم من كده نزلت يبقى أنا عالم، وبالرغم من كده اتجهت إرادتي إن أنا همشي في المظاهرة، همشي في الهتافات وهردد الهتافات دي، يبقى أنا كده حققت الركن المعنوي عندي إن أنا مجرد ما علمت واتجهت إرادتي لده توافر القصد الجنائي. الركن المادي مجرد تواجدي في المظاهرة ومسكي للسلاح أو استعمال القوة أو المحاولة يبقى توافر عندي الركن المادي. طبعا العقوبة احنا قلنا السجن المشدد أو السجن المؤبد، وفي حالة تولي الزعامة أو تولي إن يكون معايا سلاح أو إن أنا ألف عصابة بتبقى العقوبة هي الإعدام. ادي العقوبة هنا قال لي زي ما احنا شايفين على الشاشة اللي كنا لسه بنقوله السجن المشدد او المؤبد. طب مادة 98 عقوبات بتقول لي ايه بقى؟ ده هنخش على الانضمام للمنظمات المناهضة. مادة 98 عقوبات قالت لي يعاقب بالسجن المشدد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنين. مدة ما تزيدش عن كام؟ عن 10 سنين. تاني مادة 98 عقوبات بتقول لي ايه؟ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنين وغرامة. كمان في غرامة، دي بنسميها عقوبة تكميلية او تبعية، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. يعني غرامة من 100 ل 1000 جنيه. كل من اسس او انشأ او ادار جمعيات او منظمات ترمي إلى السيطرة على طبقة معينة. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام اللي بتقوله لي مادة 98 بتقول لي إن أي واحد عمل جمعية، أسس جمعية، أسس شركة، أسس نقابة، أسس أي منظمة كان الهدف منها السيطرة على طبقة، يعني أنا آجي أخش على الطبقة الاجتماعية الفقيرة وقول لهم أنتوا محتاجين فلوس، طب عشان تاخدوا فلوس يبقى لازم تنزلوا وتتظاهروا. أنت كده بتسيطر على طبقة وأنت مش عارف إيه التبعات اللي بعد كده، أو هو عارف بس هو قاصد إن هو يضر البلد. إحنا زي ما قلنا إحنا كل واحد فينا بيعدي عليه محنات وأزمات كتير في حياته، فكون إن إحنا مثلا عدت علينا محنة أنت تستغل الطبقة دي أو تستغل ظروفهم الاجتماعية وظروفهم الاقتصادية عشان تدمر مصر، وهم ما يعرفوش إن في تبعات تانية أو في ناس تانية شغالة، أجهزة أمنية شغالة عشان تحميك سواء داخليا أو خارجيا أمنيا وقوميا، يبقى أنت كده قصد إن أنت تشوشر، قصد إن أنت تعمل خراب في البلد. كل من أسس أو أنشأ أو أدار منظمات مناهضة للدولة قلت عقوبته بيبقى 10 سنين سجن. يبقى زي ما قالت لي المادة 98 عقوبات قالت لي إن هو يعاقب بالسجن المشدد مدة ما تزيدش عن 10 سنين وغرامة ما تقلش عن 100 جنيه وما تزيدش عن 1000 جنيه. يعني معايا الغرامة ممكن تبقى 100، ممكن تبقى 200، ممكن تبقى 300، بس المهم عندي ان هي الحد الاقصى ليها ما يزيدش عن 1000 جنيه. مين بقى اللي هيتطبق عليه ده؟ اللي اسس او انشأ او ادار منظمة او هيئة كان الهدف منها ان هو يسيطر على طبقة معينة، سواء بقى سيطر على طبقة فقيرة، سيطر على الشباب،
سيطر على الأطفال بأفكار معينة، يبقى سواء أي نوع من أنواع الانحراف الفكري، إن أنا عايزة أثر على مجموعة أو أعضاء معينين عندي في المجتمع عشان أحاول إن أنا أشذ بسلوكهم أو أخليهم يتجهوا لسلوك منحرف، والهدف من وراءه إن أنا أخرب بلدي. يبقى إحنا قلت عندي من جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أول حاجة، قلت عندي محاولة قلب نظام الحكم، دي أول جريمة. تاني جريمة النهاردة اللي قلنا إيه، ان انا الانضمام لمنظمات مناهضه. برضو في عندي الدعوه والتحريض والاتفاق والتشجيع على ان انا انزل الشارع. بس قبل ما ادخل على دول، احنا لازم نقول الاركان بتاعت الجريمه دي. مثلا عندي هنا هو جريمه الانضمام، مجرد ما ان انا انضميت، طلع لي كارنيه من المجموعه دي او الحزب المعين ده وانتسبت ليهم وانتسبت لفكرهم. يعني على سبيل المثال انا ضربت لكم، قلت لكم زي الجماعه الارهابيه اللي اسمها داعش، انا مجرد ما انضم لداعش وايدهم وايد افكارهم وانضم ليهم، يبقى كده انا مجرد الانضمام، انا لسه ما خربتش ما عملتش حاجه، بس انا عارف ان فكر الناس دي بيدمر بلدي، عارف ان الناس دي ما بتفكرش في حاجه خير لبلدي، وبالرغم من كده قلت ما اجرب ما انضم. هتجرب وتنضمها وهتأسس منظمة تحت شعارهم، ايا كان بقى المسميات هتتغير، او ان انت هتسيطر على طبقة معينة من المجتمع، يبقى في الحالة دي هتبقى عقوبتك 10 سنين سجن، ويبقى انت كده مشيت في الركن المادي. اما الركن المعنوي قلت في كل الحالات بيتوافر، زي مسألة الرياضة كده، بيتوافر عندي الركن المعنوي بتوافر حاجتين، العلم والإرادة. اكتب كده العلم بلس في الكراسة عندك الإرادة، إن أنا علمي اتجاه علمي إن المنظمة دي منظمة إرهابية بتحمل سلوك منحرف، بتحمل أفكار متطرفة، وبالتالي أنا انضمت لها، أنا عالم بكل ده، يبقى كده أنا توافر عندي الركن إيه؟ الركن المعنوي بعلمي. اتجاه ارادتي بالرغم ان انا عارف ان الناس دي منحرفين والناس دي ما بتهدفش لكويس، سواء بقى ايا كان هم ضحكوا عليا في الاول ولا انا اقتنعت بكلامهم وارائهم، يبقى في الحاله دي انا كده هيتطبق عليا عقوبه جريمه انضمام للمنظمات طبقا للماده 98 عقوبات. واتمنى النهارده بالجريمتين اللي اخذناهم نكون عرفنا ايه هو محاوله قلب نظام الحكم، وإيه هو الانضمام للمنظمات المناهضة، إيه هي جرائم أمن الدولة من جهة الداخل، وإيه هي جرائم أمن الدولة من جهة الخارج. وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنكمل بإذن الله الدعوة والتحريض، يعني أنت لو نزلت على الفيس وعملت صفحة أو عملت أي حاجة تدل أن أنت هتتضم للمنظمات دي، إيه اللي هيحصل لك؟ تابعوني الحلقة الجاية وياريت ما تفوتوهاش، وأشوفكم في حلقة جديدة. وكنت سعيدة أن أنا كنت موجودة معاكم النهاردة أبنائي وبنات طلاب التعليم الفني، أشكركم.